من جديد أعزائي المشاهدين، نحييكم في بداية حلقة اليوم من تعظيم سلام، والتي يسعدني أن ألتقي خلال حلقة اليوم الأستاذة شيماء النجار، مصممة التلي، ابنة قرية جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج. أستاذة شيماء، بنرحب بحضرتك معنا في تعظيم أهلا سلام. بحضرتك أستاذ حازم، أهلا بيك. كده ما نبدأ في تفاصيل حلقة اليوم، نعرف السادة المشاهدين من هي شيماء النجار مصممة التلي. بسم الله الرحمن الرحيم، بشكر حضرتك على الاستضافة طبعا في البداية. وطبعا أنا شيماء النجار من مركز جزيرة شندويل محافظة سوهاج. اتعلمت حرفة التلي وأنا عندي 12 سنة وتعلمتها بالصدفة. التلي ده عبارة عن شغل يدوي بخيوط، كان زمان بخيوط الذهب أو الفضة، وابتدى إن هو حاليا يبقى معدن مطلي ذهب او مطلي فضه، وفي نسبه كبيره برضه من حاليا من الفضه الخالصه اللي بنشتغل بيها التلي. شيماء بدات يمكن مشروع بحوالي 10 سيدات، وعدد السيدات اللي كانوا 10 حاليا الحمد لله بفضل الله بقى عدد كبير جدا. تمام. طيب يعني حضرتك ذكرتي في عجاله كده صناعه التلي، لا احنا عايزين نعرف يعني ايه صناعه التلي عشان نقدر كده نبني عليها اللي جاي. تمام. صناعة التلي هو عبارة عن تطريز بخيوط الذهب أو الفضة، بنشتغله على أقمشة متنوعة. يعني خيوط الذهب؟ أنا مش فاهمة خيوط الذهب والفضة. خيوط الذهب أو الفضة كان زمان في القرن 18 سيدات مصر اللي هم أو العائلات السرية بيحبوا يلبسوا حاجة مقتنيات غالية وتكون حاجة يعني قيمة، فكان صناعة التلي دي كان يمكن كمان في نقطة مهمة، اللي اخترع صناعة التلي الملك أتالوس من آسيا الصغرى، هو اللي اخترع فن التطريز بالذهب والفضة. فكانت السيدة بتجيب اللي هي القطعة اللي مطرزة بالفضة أو بالذهب بتهديها لبنتها في ليلة الزفاف، أو تهديها لبنتها في ليلة الحنة. فعبارة عن قماش من التل مطرز بخيوط معدنية. لكن هو في الأصل قطعة قماش. قطعة قماش مطرزة بخيوط من الذهب أو الفضة، الخيوط بتكون خيوط رفيعة وليها إبرة معينة، ليها إبرة صغيرة جدا، وبتصنعها السيدات في قرى جزيرة شندويل أو يعني الأغلبية، وبتبدأ الست إن هي تشتغل بيها وتطلع منها تصميم سواء جلابية سواء شال. وكان في البداية يمكن بيشتغلوا على قماش التل فقط، القطن. القطن حاليا بدأنا ان احنا انتوا بقى تعديلات وتحديثات على كتير، على يعني حاليا ممكن نشتغل على الحرير، نشتغل على الشيفون، بنشتغل على الكتان، بنشتغل على القطيفة، بنشتغل على خامات متنوعة على اساس ان هو يناسب كل الاوقات، مش يناسب مثلا كان يستخدم في السهرات. يعني مثلا لبسته الملكة نازلي، لبسته كان في قطعة من القطع اهداها محمد علي لملكة انجلترا، والقطعة دي اتحطت في المتحف في انجلترا، وهي اهدتها الملكة، ملكة انجلترا اهدتها للمتحف، وكتبوا عليها صنع بايدي سيدات الصعيد. تمام. ده فخر طبعا. فطبعا التلي ده حاجة مهمة وحاجة قيمة وملهاش موضة معينة، يعني الميزة ان هي ملهاش وقت معين، يعني ممكن الواحدة تشتري فستان فبتلبسه مرة فبتقولك لا انا حضرت بيه حفلة ما ينفعش، لا هو كل ما بتفضل قطعة التلي كل ما قيمتها بتزيد اكتر. لذلك احنا بنقول عليها حتى حرفه تراثيه. ايوه من حرفه تراثيه. طبعا حرفه تراثيه. واحنا بنحاول احياء التراث من القرن ال 18، ولبسوه كتير من يعني الممثلين زي مثلا في فيلم شمشوم وداليدا اتلبس فيه تلي، افلام كتير اجنبيه اتلبس فيها تلي، كريستيان ديور بيت الازياء العالمي، كان كريستيان ديور عمل سنه 97 ان التلي ده كانت موضه سنه 1997، وعمل في 2008 تلي مره ثانيه وقدمه ان ده موضه 2008. فطبعا التلي ليه قيمته، فن تراثي مهم
والمفروض الواجب علينا كل حد في سوهاج او في محافظه سوهاج او في جزيره شندويل نهتم بهذه الحرفه ونطورها وننميها. والحمد لله احنا اخذنا طبعا حقوق الملكيه الفكريه، اخذنا العلامه التجاريه تلي شندويل ان هو يكون علامه تجاريه على مستوى العالم. تمام، ربنا يعينكم يا رب. برضو في نقطه الفرق ما بين التلي وغيره، ايه الفرق ما بين قطعه القماش اللي هي من صناعه التلي او مطرزه بالتلي واي قطعه تانية مختلفه تلبسها الست او الراجل او اي حاجه؟ يعني انا شايف في شال على حضرتك. في شال، ايوه طبعا قطعه التلي يعني انا اي واحده ست بتشتغل قطعه تلي بتاخد فيها يعني القطعه اللي ما فيهاش شغل كتير مش اقل من 15 يوم، وممكن تمتد القطعه لست شهور تشتغل فيها. بتكون بص روحها فيها، ايديها بتشتغل، دماغها بتشتغل، عقلها، ظهرها، كل حته فيها بتشتغل. يعني صنع القطعه بحب، واخده من وقت ومجهود الست، واخده من وقت بيتها طبعا، واخده من وقتها هي يعني ان هي مثلا دي على مستوى الصناعه طبعا. طيب احنا عايزين ببساطه ايه الحافز اللي يخلي مثلا ست او ربة منزل دلوقتي بتشوفنا بتسمعنا بتقول لا انا بعد ما سمعت كلام الاستاذه شيماء انا لازم اشتري قطعه تلي؟ ايه الحافز في التلي عشان هي تقتنيه يعني؟ التلي طبعا هي قطعه مميزه مش اي حد بيلبسها، يعني هي ليها شغل وتصميم معين. الخامات بتاعتها بتكون غاليه جدا، تعيش اكبر مثلا وتفضل اكتر. يعني مثلا القطعه اللي هداها محمد علي لملكه انجلترا محطوطه لحد الان في المتحف في انجلترا. هي زي ما قلنا كل ما بتقعد قيمتها بتزيد، فانا لما اشتري حاجه زيها زي الذهب، انا بقول قطعه التلي زيها زي قطعه الذهب، كل ما بتفضل قيمتها بتزيد. تمام. مش مثلا زي اي قطعه انا هلبسها مره وارميها، لا. ممكن تكون القطعه دي شال او فستان او عبايه او زي ما حضرتك ذكرت. يعني احنا حاجات كتير احنا بنعملها حاليا من التلي. احنا كان الاول كلها سواريهات او فساتين الافراح بنعملها منها او طرحه الفرح او الفستان اللي بيتقدم للعروسه ليله الحنه. فحاليا احنا دخلنا حتى ممكن تلبسه ده يكون فستان تلي مثلا او طبعا زي السواريه كده. تمام. احنا اتعمل يا استاذه شيماء على حسب كميه الشغل اللي فيه. تقريبا يعني كده متوسط لو عروسه بتشوفنا دلوقتي وعايزه تقتني. يعني انا اعرف ان في مصممين اخذوا قطع التلي وصمموها بطريقه حلوه جدا واتباعت يمكن بالافات ب 60,000 و80,000 و100,000. لا كتير احنا لا احنا قطع مش بنقف صد قدام صناعتكم، لكن لا مثلا مش قصدي انا بقول على قطعه، على القطعه اللي اخذها مثلا مصمم وهو فن. يعني مثلا كريستيان ديور لما اخذها وبيعها بمبالغ رهيبه. فهو القيمه ان هو مثلا هو فني فيها طبعا. احنا طبعا عملنا وانا عملت قطع الفساتين ما بين 8000 جنيه و10000 جنيه. احنا خلينا في الاسعار في المتناول دي. وفي حاجات بتبدا من 350 جنيه، يعني في قطع من التلي بتبدا من 350 جنيه وعلى حسب كميه الشغل اللي فيها. يعني مثلا معلش انا هجيب القطع اللي اخذت 15 يوم شغل زي قطع اخذت 6 شهور؟ لا طبعا لا. فهو على حسب يعني نسبه وتناسب. لا وبتكون يعني حاجه قيمه واضافه مثلا زي ما بيقولوا كده في دولاب العروسه او شنطه العروسه. لا لا يعني انا اعرف اصدقاء اشتروا مني قطع جديده. هم عندهم القطع اساسا الاساسيه القديمه اللي كانت اصلا مطرزه بالذهب، وفي اللي مطرز بالفضه 100%، حتى يعني الفضه طوست كده شويه لدرجه ان كان في حد جاي من بره يعني من بلد اوروبيه جاي يشتري كل القطع القديمه حتى لو هي فيها مشاكل فيها قطع او متقطعه، فكان جاي يشتريها. احنا مش عارفين هو طبعا هيعمل، بس هو كان مصمم ان هو ما يشتريش غير كل القطع القديمه. صناعة التلي هل هي معقدة صعبة؟ أي حد أو أي ست بتشوفنا أو بنت أو طالبة
تقدر يعني تمتهنها وتتعلمها وتتقنها بسهولة ولا لأ الأمور صعبة شوية؟ بص الصناعة، بص مفيش صناعة، مفيش حاجة اسمها معقدة. يعني اللي هو عنده استعداد ان يبني ويشتغل ما يقولش حاجة، يحاول. عارف اللي زي ما بيحفر في الصخر كده، يعني لازم ان محاولة مرة واثنين وثلاثة. يعني ما ينفعش ان انا مثلا، هو صعب، هو مفيش حاجة سهلة. هو كل شغل انت بتروحه في البداية او اي حاجة بتعملها بتحس انها صعبة، لكن يعني كل مرة بتتعلم حاجة، كل مرة بتتعلم حاجة. طب هي بتاخد مجهود ولا بتاخد وقت؟ هي هما الاثنين، هي بتاخد مجهود ووقت، ولكن لو الست الناصحة تنظم وقتها هتقدر تعمل كل حاجة. لكن ست مهملة، معلش، هي مش هتنفع في أي حاجة. لا هتنفع في أنا آسفة، لا هتنفع في بيتها، ولا هتنفع في شغلها، في شغل بره، ولا هتنفع. لكن الست المنظمة، إن أنا بنظم حياتي، وقت الوقت ده مثلا أنا من الصبح مثلا هصحى أشوف إيه اللي ورايا وأعمل كل حاجة، وقت الفراغ بدل ما أنا أفضل أحكي مع جارتي ولا أتفرج على، معلش، فيلم ولا مسلسل ولا تلفزيون، لا، ما أنا ممكن إن أنا أشتغل قطعة. استفيد بالوقت ده في صناعة حاجة أيوه مفيدة. طبعا الوقت، بص يعني فعلا احنا ما عندناش وقت زيادة، الحمد لله بفضل الله. يعني الوقت عمال، من كتر ما احنا الحمد لله عندنا شغل وكده، ما فيش وقت مثلا فراغ. فطبعا انت بتلاقي نفسك حتى فكرك بيختلف، يعني انت فكرك بيختلف مع ولادك مع بيتك، ما بيبقاش عندك وقت انك انت تعملي مشكلة. والله فعلا، هو يعني الفراغ ده بيولد ازمات ومشاكل كتير يا والله استاذه فهمي. والله يا استاذ حازم، انا عندي ستات سيدات كده جو انضموا لينا من فتره قليله. والله في واحده يعني فيهم، يعني سامعاني يمكن سميه، بقول اسمها اهو، فبتقول لي انا كنت قاعده بعمل فعلا مشاكل، بتخانق كده مع اي حد. انا من يوم ما جيت انا عندكم المشغل ما بقاش عندي لا وقت ان انا اتخانق ولا اتكلم، وتعلمت منكم حاجات كتير. يعني مش بس انك انت بتتعلم حرفه، انت بتتعلم حاجات كتير من ضمن الحرفه اللي انت بتتعلمها. يعني بتتعلم النظام، بتتعلم ازاي تحافظ على بيتك. يعني هما، عارف، لما يكونوا قاعدين مع بعض وبيفهموا بعض وبيدوا، كانهم بيدوا محاضره وهم قاعدين بيشتغلوا مع بعض وبيفهموا الصح من الغلط. يعني اذا ممكن اي حد او اي ست ممكن طبعا تتعلم المهنه دي وتتقنها. طب المواد الخام بتوع الصناعه نفسها استاذ شمع تحصل عليها ازاي؟ او اي حد عايزها تجيبها ازاي وتتعامل معاها ازاي؟ والله يا بص يا استاذ حازم، احنا للاسف الشديد عندنا نقص في الخامات اليومين دول، لان الخامات مستورده، احنا بنستوردها، ولكن المجلس القومي للمرأة هو وعدنا ان هو هيجيب لنا الخامات. الخامات صعبه، لان الحصول على التلي، ليها الخيوط، سوق معين مثلا؟ الخيوط اصلا احنا بنستوردها الهند او باكستان او المانيا. لكن ما فيش سوق في مصر. لا في مصر لا ملهاش، لا 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 لا، ما فيش مصنع واحد بس اللي هو بيطلع لنا القماش اللي احنا اصلا بنشتغل عليه، اللي هو قماش القطن. لان بص يعني لو انت لاحظت مش هتلاقي الخامه دي مثلا موجوده في السوق. الخامه بتكون معلش عباره عن امسكها شبك، بعد اذنك. اتفضل، عباره عن دي شبك. قماش شبك بس ده قطن مش البوليستر، وليه عيون. لو انت لاحظت العيون مربعات مش العيون المدوره. ليه؟ لان البنت عشان تعرف تعد وتمشي مظبوط عليها، عشان تعرف طيب العدد بتاعها. والمطرز ده ايه؟ ده الحجاب، دي رسمة الحجاب. يمكن زميلنا معانا في الكاميرا برضو. يعني ده الحجاب، حجاب، رسمة الفرع، الفروع والقلوب، كل حاجة. احنا عندنا طبعا الرسومات التراثية كتير. المواد دي كلها بتجيبوها من بره؟ ما هي الفضة، دي هي الفضة الفضة اللي احنا بنشتغل بيها، هي اللي احنا بنجيبها من بره، من بره، بنستوردها. من الخيوط. لكن القماش من مصر، والخيوط القماش، الخيوط من الهند او باكستان او من، طب ايه الفرق ما بين الخيوط والقماش؟ لا 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 لا، فرق شاسع طبعا. دي كلها قماشة، كل الفضة ده اللي فيها ده الخيط اللي احنا بنشتغل بين كل يعني واحدة واحدة احنا بنقطع الخيط، مفيش واحدة متصلة، الخيط منفصل، يعني بين تمام. كل واحدة واحدة بتكون طب ما منفصلة. انت كده بتصاحب الامور يا استاذه شيماء. على الـ بص، هو هتقول لك، انا واحدة وانا مهملة. هستورد منين انا، من الامارات ولا من الهند لا، ولا؟ هو انا مش كده، هو احنا يعني احنا في جزيرة شندوين بيكون متوفر عند مثلا عند كذا حد، عند صديقتنا اماليا ما بتيجي، واي حد، ما بنمنعش الخيط عن حد. بس احنا حاليا فعلا ما عندناش خيوط، لان في مشكلة في استيراد الخيوط. انا بتمنى ان كل ست عندها حرفة او مهنة هي تتقنها تشتغل فيها. طيب ما هي انت عشان فاهم قصدي؟ انا انا فاهم، بس شايفة ان هي علشان تشتغل هي لازم يكون فيه مواد الخام متوفره. مش يعني مشكلة، مثلا لو واحده مثلا يعني لو واحدة بتشوفنا دلوقتي في قريه طب افرض ان هي بتتقن في نيجيريا، الكروشيه، يعني هتطلع مش تجيب هي منين؟ بتتقني الكروشيه،
بتتقني صنع الفخار، تمام، بتتقني مثلا صنع المكرميه، ليه انت ما تحاوليش انك انت تنمي حرفتك بنفسك؟ شغل مثلا الخوص، ماشي، دي حاجه حلوه جدا ومهمه، بس ما تعمليش الحاجات التقليديه، لازم ان انت تغيري. ايه الفكر الجديد اللي عندك؟ ما انا مش هروح اشتري قطعه تكون، معلش لا مؤاخذه، انا شفتها مره واثنين وثلاثه. غيري كل مره، غيري، لازم التغييرات. يعني انا معجب بصراحه بالافكار اللي حضرتك بتبتدي يعني توجهها للسيدات اللي بيشوفونا دلوقتي وبيسمعونا. طب استاذ شيماء، جبنا الخيوط، اتعلمنا الصناعه، عملنا، تقدر اي حد يمتهن هذه المهنه انه يلاقي سوق يروج او يبيع؟ او انا صرفت، عايز عائد مادي، ولا انا هتعلم واشتغل ولا ايه؟ والله يا استاذ حازم مش هكذب عليك، هو التسويق صعب جدا. يعني انا يمكن انا الحمد لله خدت خبره لي 24 سنه في التسويق، فطبعا خلاص يمكن انت اتعرفت. هي عايزه صبر، يعني اي حد عايز يدخل في مجال انك انت تعمل منتج وتسوقه، دي عايزه صبر، عايزه صبر، وعايزه يعني مجهود، وعايزه انك انت يعني ما تخافش من السوق، يعني ما تخافش، بس في نفس الوقت ما اروحش اعمل قطعه مش كويسه ومنتظر ان انا ابيعها. تمام. ما انت ليك منافسين في السوق، فلازم يكون عندك حاجات مميزه ومختلفه، يعني لازم ان انا اعمل اشكال مختلفه. فطبعا السيدات اللي بتتعامل في المهنه دي اكيد محتاجه تدريب، اكيد محتاجه من تنمي من مهاراتها في هذا. حضرتك انت لما بتتعاملي مع السيدات اللي بيشتغلوا مع حضرتك، في دورات تدريبيه بتتقابلوا ازاي؟ يعني تنميه المهاره دي بتكون من خلال ايه؟ احنا بفضل الله طبعا، احنا برضه بشكر مره ثانيه، مش عارفه انا بشكر يعني يا جماعه، بس ده حق يعني يوصل لاصحابه، بس هي بتيجي كده يعني. لان المجلس القومي بيعمل دورات تدريبيه في مراكز تنميه الاسره في عدد من المراكز، زي مثلا احنا عملنا تدريب كبير في مثلا في شندويل البلد. حاليا الستات زودنا عدد السيدات اللي بيشتغلوا حاليا، اصبح مكان معلوم في شندويل البلد، غير جزيره، غير البلد بتاعت اللي هي جزيره يعني شندويل. يعني انا اقصد انه في مقر او في مكان معلوم مكان للناس تيجي تروح له في شندويل. احنا بنعلم الستات، وكل فتره بنعمل تدريبات خاصه تبع المجلس القومي للمراه. فيها عملنا تدريبات في اولاد علي، وفي بربه، وفي المساعيد جرجه، وفي دار السلام. فبنحاول ان احنا ننشر الفن علشان نحافظ على التراث، وفي كذا مكان تاني. من ضمن الحاجات يعني فعلا انا شفت تدريبات تانية اتعملت من اماكن تانية، معلش ما كانش ليها اي 30 لازم، انا اسفه، لكن فعلا تدريبات المجلس كان ليها مجهود وخطوات تؤخذ، ولكن تدريبات بطريقه خاطئه. انا اسفه ان انا بقول كده، يعني المفروض في مسؤولين يكونوا واخدين بالهم احنا التدريبات بتبدا، وهل انا الستات اللي انا بدربهم دول هل فعلا هيشتغلوا، ولا انا بعد ما هدربهم وهسيبهم وامشي؟ ما انا لازم اكمل مع الستات دي، لازم متابعه، ولازم اشغلهم. ست توصل لمكان الاستاذة شيماء في الصناعه كده؟ اي حد عنده، بس يكون عنده استعداد وعنده فن وعنده جلد ويصبر. انت تحبزي كده، ولا انت بس عايزه تبقي في الصوره وال لا لا بص هقول لك حاجه يعني. لا انا هقول لك يعني بس بصوا حاجه حصلت كده من فتره. احنا كنا حوالي 3 بنطلع معارض بس في القاهره، فجوا راحوا عاملين زي مشروع كده، وراحوا قالوا احنا هنطلع ناس كتير من جزيرة الشندويل يروحوا المعرض يعني. فطلعنا مع بعضنا تقريبا كنا حوالي 21 واحدة ست بيطلعوا المعرض. انا المعرض ده اللي احنا طلعنا فيه 21 واحدة اكتر معرض اشتغلت وبعت فيه. دليل على ايه؟ ان الارزاق على الله، محدش بياخد رزق حد، محدش ابدا بياخد رزق حد. بص يعني انا لو كنت مثلا ببيع ب10 جنيه قبل كده، انا في المعرض ده بعت ب100 جنيه، ما شاء الله. فهو سبحان الله، دي ارزاق.
الارزاق على الله. والله والله ما حد بياخد رزق حد ابدا. يعني انت بتكون سبحان الله انت في حته، لكن يعني ربنا بيبعت لك رزقك باي طريقه. انت مخلصه في شغلك يا استاذه شيماء، ومخلصه في نصايحك وارشاداتك وتوجيهاتك ومساعدتك لكل من يرغب دخول صناعه التله. أنا بشكر حضرتك في نهاية حلقة البرنامج، وبجد وعن جدارة وثقة احنا فخورين بيكي، فخورين بكل سيدة تعمل من أجل يعني التعلم والكسب الحلال اللي ربنا رب إن شاء الله يفتح أرزاق ناس كتير من خلال هذه الصناعة. بشكر حضرتك وبنقول لك تعظيم سلام على جهودك ونصايحك. والله الحمد لله الحمد لله. يعني احنا كان يوم ما بدات انا المشغل، عشان انا بدي نصيحه للستات، انا يوم ما بدانا المشغل كنت انا واخواتي بدانا، يعني انا واخواتي البنات بدانا المشغل بتاعنا. يعني كنا حوالي تقريبا بقرايبنا كنا 10. احنا حاليا الستات اللي بيشتغلوا معايا اكتر من 750 سيده وقابلين للزياده. يعني لو في حد عايز يشتغل معانا الحمد لله على اتم استعداد. انا فخوره ان انا فتحت، يعني ربنا اداني وخلاني سبب ان انا افتح بيوت ناس تانيين ربنا. يعني الحمد لله برضه ان الستات اللي بيشتغلوا معانا تفكيرهم اتغير وبداوا يفهموا، بداوا يعلموا اولادهم، بداوا يبقوا كويسين في بيتهم. فالحمد لله. شكرا استاذ حازم. شكرا لي جزيلا. استمتعنا على مدار حلقه اليوم من تعظيم سلام، استفدنا. انا عن نفسي استفدت، ولي الرغبه الملحه اني اتعلم المهنه ان شاء الله. كل سنة وحضرتك طيبة، وربنا يقويك ويعينك، وإن شاء الله نسجل مع حضرتك الحلقة الجاية يكون فيها يا رب يكون إن شاء الله يعني الموضوع كبر بشكل أكبر وانتشر أوسع، ونشوف نماذج تانية مع حضرتك في البرنامج كده تجيبها لنا إن شاء الله. بإذن الله. شكرا لكل فريق البرنامج، وشكرا للناس كلها اللي بتشوفنا. شكرا شكرا جدا. أعزائي المشاهدين، في نهاية حلقة اليوم من تعظيم سلام لا يسعني إلا أن أتقدم باسمكم وباسم أسرة البرنامج للأستاذة شيماء النجار مصممة التلي ابن جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج بكل الشكر والتقدير. والشكر موصول أيضا لحضراتكم أعزائي المشاهدين، على أمل أن نلتقي في حلقة جديدة قادمة من تعظيم سلام. وبنقول للأستاذة شيماء تعظيم سلام. شكرا. ربنا يخليك أستاذ حازم، بارك الله فيك. شكرا، إلى اللقاء.